نكمل المحاضرة، توقفنا لأنه كان صار خلل بالإنترنت للفري بودي دايجرام مال البوابة. هالشكل وصلنا. هاي تقريبا هاي وكلش. سنة مرة ثانية تقريبا هاي. فعندنا الوزن هذا ال W نرسمها بالسهم. السهم هذه W W الوزن مالته والقوة. هاي القوة اللي هي عمودية ولا السطح. هاي القوة الاف حسبناها بالفيديو السابق، كانت اف جاما اتش سي في الاريا. هذه الاف اس. هاي الاف اس والاف اف اس هذه. اوكي، وعندنا شنو بعد؟ النقطة هاي اللي راح ناخذ عليها الاو اللي هي الهنج. اللي هي الهنج. اوكي، ف بقت المسافات. المسافات اللي هي هاي كليتها هذه كليتها اثنين. اثنين متر. شوية نعدلها تكون يعني مقاربة. اثنين متر. شوية نرجعها لأنه عندنا بعد أكو قيم راح تجي زين. فالمومنت سميشن مومنت راح يصير هنا مومنت حول O. مومنت حول O يساوي صفر. ونتحول او يساوي صفر. الاف اس يضرب في اثنين، بقى الاف لازم المسافة مالته اللي هي من هنا الى هنا. هاي المسافة مالته هاي المسافة راح نسميها واي.
اوكي، الاف معلومه قيمتها الواي ما ندري، هسه لازم نحسبها. وعندنا بعد الدبليو، هذه الدبليو سلكت هنا، ولا ما تصير منطقية. هنا عندنا center of E، centroid مركز، هذي المركز ايش يصير هنا؟ صفة سنتيرويد اوف بريشر، مركز الضغط هذا بصفة مركز الضغط. فالواي المسافة اللي هي راح تصير هذه من هنا إلى هنا، واحد زائد هاي المسافة، هذا الواحد أيضا نوضحه هنا. واحد العفو من سنتر اوف اريا، سنتر الى هنا، هاي المسافة معلومة. ليش معلومة؟ لان هاي كلها مترتين وهي مستطيل، فالمستطيل وين مركز مساحته؟ يكون بالمنتصف، يعني اثنين تقسيم اثنين يساوي واحد، فاذا هاي واحد متر، هاي واحد متر. بقت شنو الزاوية؟ هي هذه، نجي نكتبها هنا، هاي 45 الزاوية، هاي 45 اللي هي الزاوية. فيصير عندي ال F وفي Y هنا، المهم ال Y، وعندنا هاي اللي احنا ما كتبناها، نفرضها X مثلا، هاي هنا فهذه شلون تنحسب؟ نجي الواي، الواي يساوي واحد زائد زائد شنو؟ المسافة اللي هي هذه، اللي هي شنو؟ هاي الاي زائد ال اي. اوكي، ال اي شو تساوي؟ تساوي ال اي اي سي، لازم القصور الذاتي بي اتش تكعيب على 12، هاي مستط على اي الاس، اللي هي شنو؟ هي الاس المسافة، المسافة من مركز المسافة من المركز، المساحة إلى أعلى للووتر تيبل، يعني المسافة من المركز للووتر تيبل. كيف المسافة هسه؟ ها هي الاس، شلون راح تنحسب؟ راح نجي هنا نرسم ال
وعندنا هذه هذه بس نأخرهم شوية. من هنا لي هذا كله مر علينا احنا، يعني شفناه بالمحاضرة اللي راحت. فهاي 3 أمتار هاي 3 أمتار. فعندنا الساين 45، نستخدم طريقة الساين، ساين 45 يساوي شنو؟ يساوي الساين المقابل على الوتر، مقابل تقسيم الوتر. ساين 45 المقابل تقسيم المقابل على الوتر نرسمها هنا. هذا مقابل وهذه 45 هاي 3 متر هنا. هاي 3 متر والوتر هذه اللي احنا نريده وتر اذن الوتر اللي انا اريده يصير شنو؟ الوتر اللي انا اريده 3 على ساين 45، 3 على ساين 45 على مود شنو؟ على مود هذه المسافة، هذه المسافة اللي هي الوتر. هاي شنو كل هذا؟ نستخرج الاس، ليش؟ لان الاس هو هذا الوتر، الوتر زائد المسافة اللي هي من السنتر اوف اريا. يعني الاس هو شنو؟ يمثل نجي هنا
S يساوي المسافة، اكتبها بالعربي، المسافة من مركز مساحة البوابة إلى مستوى الماء، ويساوي الوتر زائد 1 متر. هذا ال اس. نرجع لهنا، الوتر هذا لأن الوتر اللي احنا نريده، الوتر يساوي 3 تقسيم 45. تبي يساوي 3 يساوي 3 تقسيم 90. صحيح، تانجنت يساوي 3 تقسيم 90 45. إذن الأس يساوي 3 على ساين 45 قوس زائد 1 متر. يساوي 5. اوكي، هاي استخرجناها المسافة اللي هي 1 زائد اللي هي الأزداش. الاي نوت بقى الاي اللي هي اي سي، هذا الاي الاي تساوي بي اتش تكعيب تقسيم بي اتش تكعيب اوفر 12. هاي الاي سي بيشتكي تقسيم الاي مضروب في الاس.
بس هنا عندنا تساوي البي واحد ونص في الاتش اثنين تكعيب تقسيم الاريا واثنين في واحد ونص في واحد ونص في خمسة بوينت خمسة وعشرين ويساوي بوينت او 635 متر. هذه الاي اوكي شنو اللي نسوي بعد انه summation moment يعني ادنا هسه الاف اس ينظروا في اثنين ادنا الاف تنظروا في اي زائد واحد وعندنا W ينظروا في شنو المسافة X المسافة X المسافة X شلون نستخرجها X تساوي X إيش تساوي X تساوي هذه المسافة اللي هي 2 هذه المسافة اللي هي الواحد واللي عندنا احنا 45 هنا هاي المسافة عندنا وتر وثلاثة هنا راح نغيرها فنحتاج نرسم هذا الرسم على مود نوضح الاكس شوين وين راح تكون الاكس فهاي عندنا هذه عندنا الاكس هذه الاكس وهاي الواحد هنا الواحد هذا الوتر والخمسة واربعين عندنا كوساين 45 شو يساوي المجاور على الوتر اكس اللي هي شنو هنا حتصير قبل ما نكتب اكس كوساين 45 تساوي المجاور اللي هو اكس تقسيم واحد وبالتالي x شو تساوي كوساين 45 في 1 اوكي هاي ال x هاي الاكس زين ايش تبقى تبقى شنو اللي تبقى الاكس هذه دبليو 10 الاف علمت الواي اللي هي الاي زائد الواحد طبعا الاي هنا ما كتبناه نكتب الاي هذه الاي
هاي هي الـ E اللي هي بين الـ CE والـ CP و FS في 2. فنطبق المعادلة اللي هي summation moment about O يساوي 0. نفتح الصفحة الثانية. المعادلة هذه summation moment about O يساوي 0 وتؤدي إلى الـ FS في 2 يساوي 108.96 في 1.0634. شنو هاي 1.0634؟ هاي واحد، هاي اللي هي شنو؟ واحد المسافة اللي هي واحد، هاي واحد زائد اي، واحد اللي هي زائد اي، اي هذه 0.0635 زائد واحد فصارت 1.0635، صارت 1.0635 زائد الوزن اللي هو 10 في المسافة واحد في كوساين 45. يساوي يساوي إذن من هاي المعادلة الـ FS يساوي 61.47 كيلو نيوتن. أوكي، نعيدها بشكل مختصر. إحنا هاي المحاضرة الثالثة، هنا الفري بودي دايجرام مال البوابة، عندنا center of area، center of pressure، هنا الـ FS، هنا الـ W الوزن، هنا الـ F اللي حسبناها. فنريد نسوي summation moment about O، لازم نعرف، نريد نعرف الـ F إيش قد حسبنا الـ F اللي هو جاما اتش سي في الاريا، نحسب من الفيديو السابق. والواي اللي هي المسافة اللي هي 1 متر زائد اي، اف ينضرب في واي، 1 زائد اي، الواحد هو لانه هاي المسافة من السي بي للاو، من السي بي للاو اللي هي اي زائد 1. الاي بها قانون الاي سي، هذا الاي سي اللي هو عزم القصور الذاتي، عزم القصور الذاتي هنا لل مستطيل بي بي اتش تكعيب اوفر 12 يتقسم على اي اس. الاريا اللي هي بي في الاتش 2 في 1.5، هذه كلها معلومه. تبقى الاس، الاس شلون حسبت؟ انحسبت منها الاس اللي هي شنو؟ المسافه من السنتر اوف اريا للمستوى الماء، من سنتر اوف اريا لمستوى الماء اللي هو الوتر زائد ايش قد؟ زائد 1 متر. الوتر زائد 1 متر، هذا الاس، المسافة من مركز مساحة البوابة إلى مستوى الماء، هاي الاس. الوتر زائد 1 متر، الوتر هنا حسبنا بال 45، عندنا 3 مقابل وتر، وال يعني المقابل على الوتر بالساوي 45، يطلع قيمته 3 على 45. هاي زائد هو يساوي زائد 1. فالاس هو الوتر اللي هو 3 على 75 زائد 1، هذا هو القانون اللي هو هنا طبقناه. فصارت النتيجة 5.25 اللي هو الاس، هنا طبقناها، استخرجنا الاي اللي 0.063، ضافت للواحد يطلع قيمة الواي
أصابت قيمة الـ Y، قيمة الـ X اللي هو الـ W هنا عن طريق هذا المثلث، استخرجنا قيمة الـ X اللي هي كوساين 45 المجاور على الوتر، إذن المجاور اللي هو X واحد في كوساين 45، طبقناها هنا مومنت about O يساوي 0 F is في 2 108.9 إلى آخره. إن شاء الله يكون واضح الحل شلون صار هذا السؤال المهم جدا واللي هو مقدمة للبوابات. بعدين عندنا البوابة اللي هي ربع دائرة ونص دائرة، هذه الكيرفتشر يسموها. وشكرا.